تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 من العناصر الإرهابية خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية والتي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد، ومن بينها كنيسة السيدة العذراء بمسترد. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الأجراءات الأمنية المشددة والتي تتخذها الوزارة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية أسفرت عن نجاح الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسترد أثناء الاحتفال بمولد السيدة العذراء من الحيلولة دون تمكن أحد العناصر الإرهابية من التسلل لحرم الكنيسة لتنفيذ مخططه الإرهابي، حيث تراجع حال مشاهدته للإجراءات الأمنية المشددة في محاولة لإيجاد حل بديل، وقد انفجرت العبوة الناسفة التي كانت بحوزته مما أدى إلى مصرعه وتناثر أشلاء جسده بالمنطقة. وقد تمكن قطاع الأمن الوطني من خلال التحريات الميدانية من تحديد هوية الإرهابي، وتبين أنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى 29 عام، مقيم بشارع مكة بمنطقة عين شمس، حاصل على معهد فني تجاري. وبتفتيش مسكنه عثر على سلاح روسي و27 طلقة آلية، وكذلك أوراق تتضمن شرح تفصيلي لكيفية تصنيع المتفجرات، ومبلغ مالي قدر بنحو 71,300 جنيه مصري، وكذلك كميات من المشغولات الذهبية وسائل الكلوروفورم المستخدم في تصنيع المتفجرات. وقد كشفت المعلومات عن ارتباطه بعناصر إحدى الخلايا الإرهابية وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد، ومن بينها كنيسة السيدة العذراء بمسترد. وتبين عن ارتباطه بستة من العناصر الإرهابية الأخرى وعناصر الخلية، وهم محمد أحمد عبد المؤمن عواد، واسمه الحركي زيزو المنياوي، وهو من مواليد عام 1975، وكذلك آخر يدعى يحيى كمال محمد دسوقي من مواليد القاهرة عام 1979، وثالث يدعى صبري سعد محمد موسى من مواليد عام 1976 ومقيم بالقليوبية، ورابعا رضوى عبد الحليم السيد عامر من مواليد عام 1976 وتقيم بدائرة الزمالك، وسادسا هيثم أنور معروف ناصر من مواليد عام 1974 ومقيم بالقاهرة، وسابعا نهى أحمد عبد المؤمن عواد من مواليد عام 1980 ومقيمة بالقاهرة، وهي شقيقة المضبوط محمد عواد.